الساعة 8 للساعة 12 الواحد إذا حطها على قناة سما بعد بيلو. لا لا مستحيل. على عيني. عم تحضري الهيبة مثلا؟ ايه. حبي له جبل؟ لا. ما بتحبي ليه؟ لا لا لا. ليه ما بتحبي؟ ماما عم تقول لك لا قدام حبه. وبقعة الضوء كمان في عندها في هيك شغلات حلوة يعني. سكتشات ظريفة وكذا. سكتشات حلوة. ناوي تحضرنا كمان بلو فرضنا جدلا على سما؟ إن شاء الله. بعد ما تشارك معي هلا؟ إن شاء الله. صعبين الجمل ولا عاديين؟ لا والله فيهم شيء صعب. اليوم في عندنا مفاجأة جديدة. في عندي مدينة بالسعودية اسمها جدة. وفي مدينة تانية اسمها جيزان. بدك تقولي لي إنه جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو زيدان جيزان. جو جدة زي جو جيزان. من أول واحد. جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو جيزان. جيزان. ليه عم تحكيتي؟ ما عرفت تقولها ما. جربي يلا. بدك تطلعي أنت أشطر منهم. اثنيناتهم خربطوا. جو جدة زي جو جيزان. زي لك إذا أنا خربطت. أنت قوليها مرة واحدة. قوليها مرة واحدة وأنا بوافق. جو جدة زي جو جيزان. جو جدة جو جو جيزان. بدك تدقي لها الضحكة. جو جدة زي جو جيزان. يا زبطت معك. زي جو. عم بلشي غلط. جو جدة زي جو زي جو جد. ولا كلمة ولا كلمة ضابطة ولا واحد. طلعت ماما أشطر شيء والله أشطر واحد فيهم. قولي إياها آخر مرة. جو جدة زي جو زيدان. مو زيدان. جيزان. تحياتنا للأستاذ أيمن زيدان. نحن عم نحكي على جيزان. جو جدة زي جو جيزان. زي جو جيزان. جيزان. شو قلتي؟ جيزان. جيزان عم تساعديها؟ بتعرفي أنت لازم تربحي؟ انه ما لازم يربحوا لانه هنن كبار وخربطوا فيها. بس انتي عم تساعدي لساتها عم تحاول تجربها. زي جو جيزان. جيزان معركه اول فيها كثير. هلا بدي اشوف انا وانتي وعم تحضري الحلقه قد ايه رح تضحكي انتي وعم تشوفي كيف كان كنتوا عم تخربطوا حالي كثير. اي والله دخيل قلبكم بتجننوا. وكل عام وانتم بالف خير. بس قبل ما أبلش بدك شوف بدك تاخذ لي لقطه قديش في عالم حوالينا بيأثر عليك هيك وجود العالم بيوتروا ولا لا والله بشجعوا والله ابو شو حضرتك ابو زيد سوا بلشنا محمد سوا بلشنا ابو شجعوا له ابو محمد مشان ما يتلبك قدام الكاميرا دخيل الوش اللي صار احمر بدك تقول لي جو جدي زي جو جيزان ثلاث مرات ورا بعض جو جدي زي جو جيزان 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 جو جدي هي انا محسوبه اللي بتخربط لا انا عم كفي لك اياها جو جدي زي جو جيزان 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 جو جدي ليش مصر على الزيزان انت جو جدي فات رحت مفهم غلط هي زيزان جو هلا هلا ما صفت معنا ولا واحد يا محمد جو جدي زي جو جيزان جيزان هي أول واحدة جو جدي زي جو جيزان جيزان جو جدي زي جو جيزان تعال شوف تعال شوف يلا جو جدي جو زي جو جيزان جو جدي زي جو جيزان شو عارفين هات لشوف جو جدي زي جو زيجان مين هي؟ زيجان شو اسمها هي؟ جدة تانية زيجان لا اسمها جيزان جيزان ليش قلت انا زيجان زيجان ايه شو هي هي جيزان جيزان يا شبي ليه ما استشببتش يا شبي ليه ما استب ما استشببتش حلوه يا شبي ليه ما استشبس تقدم معي البرنامج يلا اليوم ولا بكره يا شبي ليش ما استشبشتش يا شبي ليش ما استشبش اذا عرفت قولها بتعطيني هديه لك اكيد ولا بس تعدي يا شبي ليش ما استشببتش يا شبي ليش ما لك زبطت يا شبي ليش ما استشببتش صح قال احنا عندنا بقره عند عمتنا بركات بقره عرفت احنا بقره امبارح بعتي لي هي بعتي لي على صفحه لو فرضنا جدلا هي الجمله مش هنقولها اما انا قلت اذا بالشارع بدي اقولها بيقتلوني جو جده زي جو جيزان اللي هي ثلاث مرات ورا بعض سهله زي جو جيزان زي جو زي جو زي جو جده زي جو لك عم ساعده جيزان جو جده زي جو جيزان 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 جو جده زي جو جيزان جو جد زي جو زيزان هاي أول عكة جو جد زي جو زيزان جو جد زي جو زيزان يعني بس لا لا هو بس هو عك مرتين راح أعطيك آخر محاولة تمام مشان ما يقولوا والله غششتك وساعدتك لا جو جد زي جو زيزان
جو جدي زي جو جيزان. طيب انا راح هلا انتقلت بنسبه 70-80%. سمي لي ثلاث محافظات فيها فروع للبراق سامسونج. في محافظتين منهم في جنبهم بحر. طرطوس ولاديه. ايوه هي سهله. طلع الثالثه حما. حما موجود بحلب، موجود كمان هون بالشام اربع فروع. يعني انا عم جاوب نص الجواب. انت عم جاوب نص الجواب بس هو جاوب ثلاث ارباعه وانت قلت لي زبطت معه. ماشي زبطت معه. مالك مبسوط له انه ربح؟ بالهلفه. اي والله. في كتير مسلسلات ظريفة على سما هاي السنة. من بعد الإفطار للساعة 12 واحدة بالليل ما لازم تشيل عن سما نهائية. خلاص. أكد لك يعني في مجموعة برامج إيه ومسلسلات شي على كيفك. هلا بعد ما تطلع معي باللقاء إيه. أكيد ما عاد عن سما نهائية. في مدينتين بالسعودية، واحدة اسمها جدة وواحدة اسمها جيزان. إيه. بدك تقلي إنه جو جدة زي جو جيزان ثلاث مرات ورا بعض. جو جدة زي جو زي جو جيزان. الجو جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو جيزان. على صح ولا ما على صح؟ زبطت ولا راح تصير تتابع سما دائما برنامج ما بيطلع برعاية شركة براق سامسونج. في برنامج تاني بتقدمه جودي الخالدي كمان برعاية براق سامسونج، بيطلع بعد الإفطار مباشرة. هذا البرنامج اسمه آي كيو ولا آي كيو؟ آي كيو. عرفته. صفحة سبعة صفحة صعبة. صفحة صعبة إيه. حفظتها؟ بنا صفحة ما صفحة سبعة صفحة صعبة صفحة سبعة. حافظهم كلهم. لنشوف تبعية اليوم. هي ما بتتعلق إنك تكون حافظها أو شيء، بدك تكون سريع البديهة. سريع البديهة. يا ويلي على سرعة البديهة. أنت كنت قاعد هلا عم تساعدني مشان العالم هيك تساعده لبلال لمصور. لأنه عم بده يبعدهم يعني نهدي حالنا شوي، ما بتلاقي غير واحد عم يسمعه كلمة. بس حلو الإقبال هيك على البرنامج. لك إيه مو حلو. بس يعني هو عم يساعدنا ونحن بدنا نكون معه، يعني بدنا نتساعد يعني. يا ويلي يعني إيد واحدة يعني ما بتزقف لحالة يعني. صحيح. بده تعاون يعني نحن الكل سوا. رأيك تيجي الشغل معنا بسماء؟ أمرك والله بيجي. حبها سماء ولا ما تحبها؟ إيه. هلا الواحد إذا ما حب قنوات بلده يعني شو بده يحب يعني؟ أنت حافظهم كلهم هدول يا لطيف. درجة واحدة مع بعضها. إذا ما حب قنوات بلده مين بده يحب؟ اللي جو جدة زي جو جيزان ثلاث مرات. جو جدة زي جو جيزان. جو جدة. جو جدة جاي. جاي بلش خربط. جو جدة. ما طلعت أنت حافظهم بصم مو فاهم. في ما شاء الله طلع فيني عم خربط. بلا طلع فيني. كيف هيك عمل لك المقافلة؟ جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو جيزان. خربطتي؟ جو جدة. جدة؟ جدة. زي جو جيزان. خليني الضحكة. في مدينتين بالسعودية، واحدة اسمها جدة. واحدة اسمها جيزان. جيزان. ليك أنا بلشت أنساهم. بدك تقلي جو جدة زي جو جيزان. 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 طيب هلا قلت تقريبا زبطت معه ولا ما زبطت؟ يعني ماشي الحال. موافق له علي ولا لسه؟ لا تمام. خليه يرجع عيدا. لا تمام. خليه يرجع عيدا. ولا بدي يربحك مباشرة. لا بس بدي خليك ترجع عيدا. بتعرفوا بعض شيء؟ لا والله. ما بتعرفوا؟ والله. وفورا قال لك انه يعني زبطت عم يساعد. جربه. جو جدي زي جو جيزان. جو جدي زي جو جيزان. جو جدي زي جو جيزان. ايه هلا اضبط بكثير من الاول يعني. ايه ماشي هي اضبط من هيك لانه انت وعم تقولها بيكونوا الكل راصدين لك اذا بتخربط بحرف. يا ويلي على النبره. جربها انت. انا ما طيب. جربها. ما بيطلع بيدي مره. جو جدي زي جو جيزان. جو انت قلت مش خلي الزلمة يجرب. جو جدة زي جو زيدان. مو زيدان. 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 زين الدين زيدان. زين الدين زيدان. جو جدة زي جو زيزان. جيزان. زيزان. جيزان. زيزان. جيزان. جو جدة زي جو جيزان. جو جدة زي جو جيزان. وجو جدة زي جو جيزان. ايوه. لا والله انت خارق ما شاء الله. تفاجأ وسام انه برافو على بسرعه. دي صعب عليك ما بصير يكتب. طيب ماشي. تفصل لنا السيره من اولها. يلا ماشي. هلا في سؤال اصعب. لا ما بصير تربح بهي السهوله. في اصدارين عائله الاس بسامسونج، الاس 10 والاس 10 بلس. في فرق بيناتهم. الاس 10 بلس في كاميرتين، الاس 10 كم في كاميرا؟ كاميرا واحده. كيف عرفت؟ هلا ساعدتك. رح تربح هلا موبايل من البراق سامسونج اللي هو الاي 10. رح يعطيك اياه سيد وسام اللي عم يكون معنا يوميا بشهر رمضان المبارك. بدي لك انه الف مبروك. الله يبارك بعمرك. وضل تابعنا على سما. رح تربح هلا معنا من البراق سامسونج
إذا بتقلي في رقم رباعي لشركة براق سامسونج، هذا الرقم أي حدا بيقدر يتواصل عن طريقه مع الشركة يسأل عن أي شيء. رقم الرباعي رح أعطيك ثلاث أرقام منه، أنت بدك تحذر الرقم الرابع. هاي أصعب من تبعيد جو جدة زي جو جيزان. أحلى حلقة. عندك أول رقم هو 9، الرقم الثاني هو 4، الرقم الثالث هو 4، بقيان رقم واحد بس، 15 ولا 13 ولا 8. شفت كيف كلهم عرفوه كمان. تربح هلا الموبايل A20 من البراق سامسونج. يعطيك يا سيد وسام من البراق، كيف شايف لنا جو جدة زي جو جيزان؟ والله صعبة. بأي لحظة ممكن مايك وكاميرا سما يكونوا قدامكم حتى تضحكوا من قلبكم وتربحوا من البراق سامسونج. شاركوا باقتراحاتكم لتحديات لو فرضنا جدلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنا أدونيس شدود، انطروني بكرة، تضلوا بخير.